بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السؤال المزيل القوي الفصل. اختصار شهادة كده الأول قبل ما نبدأ نحل التمارين اللي نزلناها على جروب التليجرام، هشرح لك بشكل سريع جدا السؤال المزيل ده وإزاي تتعامل معاه. بداية عايزك تفهم إن السؤال المزيل ده الهدف منه الاختصار. يعني بدل ما أقول لك مثلا أنت سرقت الكتاب، مش صح أنت سرقت الكتاب، بدل ما أقول لك ده كله أروح قايل لك أنت سرقت الكتاب، صح؟ كلمة صح دي اختصار للجملة كلها. طيب بداية كده في شوية حاجات عايزك تعرفها، إن أنت السؤال المزيل ده عبارة عن فعل مساعد زائد ضمير فاعل، في هنا في كم قبلهم وفي بعدهم علامة استفهام، ده رقم واحد. طيب الفعل المساعد ده بنجيبه إزاي؟ لو في الجملة بنستخدمه مفيش في الجملة فعل مساعد فبنجيب من عندنا. يعني على سبيل المثال لما نقول شي إز سلمى، هي سلمى، السؤال المزيل هنا فين؟ في إز هنا فهنخليها الناحية التانية منفية نقول إزنت، والفاعل شي فنقول إزنت شي ونعمل علامة استفهام. لازم تعمل الكما وبعدين الكما الاول وبعدين فعل مساعد، طبعا تنفي لانه مثبت، وناخد الفعل بعد كده. طيب نفترض الجمله ما فيهاش فعل مساعد اصلا، زي ما تقول مثلا على سبيل المثال زي ليفت سكول، يعني هم انهوا دراستهم. عايزين نعمل سؤال مزيل، والله ما فيش فعل مساعد بس ده ماضي، فناخد فعل مساعد ديد وهنفيه، هنقول ديدنت، والفاعل تبقى ديدنت، كانت زي يبقى ديدنت زي، وعلامه استفهام. ده بالنسبه لو فعل مساعد اصلا او السؤال المزيل اصلا في فعل مساعد او مفيش فعل مساعد. فيها بقى شويه ملحوظات شاذه كده عايز تعرفها. عايزين نتفق على مبدا ان اي ام لما تكون في الجمله فانت بتخليها ارنت اي، فلما اقول لك اي ام ساد انت لما تيجي تعمل سؤال مزيل هتقول ارنت اي، ده رقم واحد. رقم اتنين، طب لو قال لك اي ام نوت، اي ام نوت دي ثوابت لازم تبقى عارفها وحافظها. اي ام نوت بنعملها في السؤال المزيل ام اي، وبرده ما تنساش استفهام. وعايزك تاخد بالك من حاجه مهمه، ان هنا كان في اي ام لكن اي ام نوت، المثبت بنغيره خالص نخليها ارنت اي. طب المنفي احنا بنسيبه زي ما هو بس بنشيل النفي، يعني بنسيب ام ونشيل النفي. طيب الحاجه الثالثه، لما تيجي في جمله مثلا رقم ثلاثه ويقول لك شي ووز ساد مثلا، هي كانت حزينه، السؤال المزيل هيكون فعل مساعد ووز نخليها الناحيه دي وزنت، ونرجع لشي نخليها الفاعل يعني شي فتبقى وزنت شي. طيب انتبه ان انت ممكن تعمل حاجه من الاثنين، ممكن تستخدم فعل مساعد منفي، مساعد منفي زائد فاعل. انتبه الفعل المساعد المنفي هنا اللي هو كلمه وزنت، والفاعل اللي هي شي، بس ده ممكن يكون بشكل مختصر يعني زي ما عملنا كده قلنا وزنت. طيب ممكن نقول ووز شي نوت، ركز معايا كده، انت ممكن تقول وزنت كده وزنت شي، او نعمل ووز شي نوت. ايه الفكره يعني ايه الفرق؟ انك انت لازم المفروض تستخدم السؤال المزيل مع فعل مساعد مختصر، يعني قول wasn't isn't didn't can't. طب انا عايز اخليه مش مختصر فهنستخدم الفعل المساعد وبعدين الفاعل وبعدين كلمه not. طيب حاجه تانية مثلا لما تقول مثلا he attended the party مثلا، هو حضر الحفله، عايزين نعمل سؤال مزيل، والله attended ماضي، فانا الطبيعي ان انا بقول didn't he. طيب ايه اللي حصل في الموضوع؟ ان انت استخدمت ماضي عشان attended ماضي فاستخدمنا didn't والفاعل. وممكن اقول لك did he نوت، ده لو انت مش عايز تستخدم didn't المختصره بتقول did والفاعل ونوت. انتبه didn't وبعدين هي، او did والفاعل وبعدين نوت، دول طريقتين معروفين ودول لازم تبقى حافظهم. عايز تعرف ان في جمله الامر يا شباب بنستخدم will you، فلما تقول لواحد مثلا open the door مثلا open the door افتح لي الباب، السؤال المزيل هنا هنقول will you، وده ثابت لازم تعرفه. طيب في جمله الاذن، يعني ايه الاذن؟ انا بستاذن من واحد يعمل حاجه فبقول له مثلا let me use your pen، ممكن استخدم قلمك، السؤال المزيل مع الاذن بيكون برضه will you، فنقول له will you، يبقى احنا كده خدنا في الامر بناخد will you وفي الاذن برضه بيكون will you. طيب في الاقتراح، الاقتراح ان انا اقول لك مثلا هيا نلعب، هيا ناكل، هيا نشرب، يبقى let's play مثلا. لما يكون السؤال المزيل في الاقتراح بيكون shall we، طبعا الكلام ده كله انت اكيد حافظه، انا بقراه بس امامك كده او اقوله امامك كتلاوه كده عشان تفتكر معايا. طيب في حاله النهي، طيب في النهي بنعمل ايه في سؤال مزيل؟ في النهي ان انا بقول لك will you او can you. على سبيل المثال اقول لك don't speak، لا تتكلم، من فضلك ما تتكلمش، السؤال المزيل على بتاع don't speak دي هيكون will you، وممكن نستخدم can يو، يبقى الاثنين دول بستخدمهم فين؟ لو كانت الجمله نهي. طيب الاهم من ده كله بقى بيقول لك ان انت لما تيجي تلاقي في الجمله كلمه every one، every one everybody every person some one و somebody و some person و no one و nobody و no person، قال لك الناس دي بنشيلهم من الجمله لما نيجي نعمل سؤال مزيل ونستخدم بدلا منهم كلمه زي. على سبيل المثال اقول لك every one is مثلا watching the match،
everyone is watching the match، كل واحد في الناس اللي قاعدين قدامك دول بيسمع الماتش، في everyone ده نحط مكانها زي، تمام كده؟ طيب ال is دي بقى ما ينفعش نقول is مع زي، فعشان كده بنقول are مع زي، فعشان كده بنشيل is كمان ونحولها ل are وتبقى aren't زي، وممكن نقول are زي نط ونعمل علامة استفهام لو احنا مش عايزين نختصر. طيب الحاجة التانية بقى اللي غير كده، كمان مثال الأول قبل ما ننقل على الفكرة اللي بعد دي، لما تكون في الجملة مثلا على سبيل المثال someone helped me do something، عايزين نعمل سؤال مزايل على دي، زي ما اتفقنا كلمة someone بنحط مكانها زي، وأنا عندي helped ماضي في الفعل مساعد did، وهو مثبت فهنقول didn't زي. طيب الفكرة اللي بعد كده بقى، عايزك تعرف ان لما يكون في thing يعني something nothing اي حاجة كده فيها everything، الحاجات اللي فيها thing بنستخدم it، فعشان كده اقول لك some thing went wrong، يعني في حاجة حصلت غلط، والله something هنحط مكانها it، went ماضي فناخد فعل مساعد did، فحضرتك هتقول didn't it، وما تنساش علامة استفهام، ولو مش عايز اختصر هقول did it not وعلامة استفهام برضو. طيب الفكرة اللي بعد كده بقول لك ان لما يكون في الجملة كلمة من كلمات النفي، ده معناها ان السؤال المزايا المنفي فنستخدم سؤال مزايا مثبت، يعني الجملة منفية فنستخدم سؤال مزايا مثبت. على سبيل المثال كلمات النفي زي كلمة rarely اللي معناها نادرا، كلمة seldom، كلمة hardly، كلمة never، وكلمة scarcely، وكلمة no، و nobody و no one و nothing وهكذا، وكلمة never ما ننساهاش. الناس دي كلها لو موجودة في الجملة ده معناها ان السؤال المزيل هيكون مثبت. على سبيل المثال لما اقول مثلا في جملة she never says a word، يعني ما بتتكلمش ولا كلمة، عايز اسأل سؤال مزيل، والله هنا في السؤال الاول الفعل المساعد says مضارع، فالفعل المساعد هيكون does، بس does معاها never يبقى كده هي منفية، مديها الناحية دي مثبتة فتبقى does she. هتقول ازاي مش سيز مثبتة ومفيش كلمة نوت، فهو كلمة نيفر دي اصلا زيها زي كلمة نوت. كمان جملة لما نقول مثلا زي hardly help us قل ما يساعدوننا، والله help يعني يساعد مضارع في الفعل مساعد do، بس hardly موجودة فدي كأنها don't، احنا نوديها الناحية تبقى do وبعدين الفاعل زي يبقى do زي. طيب غير كده كمان بقول لك ان لما يكون في الجملة هيبقى apostrophe دي، لو كان معاك في الجملة I'd rather او I'd بريفر، الناس دول معناهم او بيساووا اي وود، فالسؤال المزايل هيكون wouldn't. جمله مثلا I'd rather go، السؤال المزايل بتاعها والله الابوستروف دي ما دام دي كلمه rather يبقى هي would، يبقى هنقول wouldn't I. طيب بيقول لك ان الابوستروف دي لما يكون بعدها past participle يبقى هي كده had، الابوستروف دي لما يكون بعدها كلمه better فهي برضو كده had. على سبيل المثال لما اقول لك I'd better I'd better save you أنقذك، يعني هنا في الحتة دي ال I'd هنا عبارة عن had، فأنت توديها الناحية التانية hadn't، والفاعل I تبقى hadn't I. طيب طب بالنسبة لل apostrophe S الاختصارات، لما يكون بعد ال apostrophe S past participle أو ING أو صفة أو اسم وظيفة، اعمل حسابك إن دي is، يعني مثلا لما أقول لك it's raining، it's raining ده معناها ان it is يعني دي is. طب لو اقول لك مثلا it he's a doctor يبقى دي برضو is، عشان هي he is a doctor. طب لما يكون الابوستروف اس بعدها بوست بارتيسيبل فهي احتمال انها تكون مضارع تام، على سبيل المثال لو انت قلت لي it's taken او it's been taken. ركز بقى، لما يكون الابوستروف اس بعدها تصريف ثالث ففي احتمالين اتنين، الاحتمال الاولاني زي ما انا كاتب لك كده، لما يكون الابوستروف اس بعدها تصريف ثالث ففي احتمالين اتنين، ممكن الاحتمال الاولاني الابوستروف اس والباست بارتيسيبل تبقى دي از، ممكن الابوستروف اس والباست بارتيسيبل فتبقى مضارع تام، ولكن لو الابوستروف اس بعدها تصريف ثالث فانت قدامك الاحتمالين زي ما اتفقنا، ممكن يكون هي از او has، بس انت بتترجم عشان تعرف، لما اقول لك اتس تيكن يبقى دي اكيد ات از تيكن، يبقى ده مبنيه للمجهول. طيب نفترض طبعا مبنيه للمجهول فهي از طبعا، طب لما تقول اتس بين تيكن يعني هي اوخذت، يبقى ده مضارع تام يعني هاز وبعدين بين وبعدين باست بارتيسيبل يبقى دي كده اكيد هاز، فانت محتاج تترجم كل جمله عشان تعرف هو بيتكلم عن ايه، والجمله يعني از ولا ووز ولا هاز ولا ايه بالظبط. طيب حاجه بعد كده كمان بقول لك، في جمل مركبه ممكن تقابلك وانت بتحل السؤال المزيل، جمل مركبه زي مين؟ لو اقول لك مثلا I think
علي كان هيلب يو. لما اجي اعمل سؤال مزيل، يا ترى هقول على سينك مضارع فناخد فعل مساعد دو وكده، ولا اقول في كان هنا فعل مساعد فنستخدم كلمه كان؟ قال لك انت اولا لو انت ترجمت هترتاح، بيقول لك اعتقد ان علي يستطيع ان يساعدك، مش صح علي هيساعدك، يبقى انت قلت لي مش صح ايه علي هيساعدك، ولا قلت لي اعتقد ان علي هيساعدك مش صح انا اعتقد، لا مش ينفع. اذا انت هتعمل سؤال مزيل على النص الثاني، فتقول بدل ما هي كان تبقى كانت، وعلي يبقى كانت هي، ونعمل علامه استفهام. اوعى تنسى وتقول كانت علي لان ما ينفعش. يبقى في الجمله المركبه احنا بنعمل على المعنى، بتترجم الجمله. طيب افرض ان الجمله فيها قاعده اف، مع اف بنعمل على جواب الشرط. يعني ايه جواب الشرط؟ لما تقول مثلا اف يو كيم ايرلي، ما هو انت لو جيت بدري يو وود كاتش اس، كان زمانك لحقتنا. طيب انا بعمل ايه يا ترى؟ انا بقول له لو انت جيت بدري كان زمانك لحقتنا، مش صح. بص انت بتقول ايه؟ مش صح انت كنت هتلحقنا، يبقى ود تخليها ودنت على طول. يبقى انت بتعمل على جواب الشرط مش على فعل الشرط. كلمه ذات برضو من الكلمات الحاجات المهمه، كلمه ذات وكلمه ذس الناس دول بنشيلهم ونحط مكانهم كلمه ات. طب لما تلاقي في الجمله دير يو بنخليها، طبعا ما تقولش دير مضارع فنقول دونت، لا بنقول ديرنت. طب لو كلمه ني دنت موجودة فنخليها نيد. الكلام ده كله مشروح بالتفصيل في الفيديو اللي انا شرحت في القاعدة، لكن انا بفكرك بالعناصر والعناوين. طيب لو قلك لما يكون في جملة روابط، لما يكون في روابط، السؤال المزيل، السؤال المزيل على الجملة التي ليس بها الرابط. بمعنى لما اقول لك مثلا وايل، لما اقول لك في جملة وايل they were sleeping، بينما كانوا نائمون they dreamed، يعني هم حلموا. وبعدين السؤال المزيل هيبقى على دريمت ولا وير سليبنج؟ لا الجمله دي وايل زي وير سليبنج ماليش دعوه بيها، دي ما بنعملش عليها سؤال مزيل. بنعمل على الثانيه دريمت ماضي فنقول didnt زي. حتى انت بالمنطق انت بتقول لي بينما كانوا نائمين هم حلموا، مش صح هم حلموا، وهكذا. كده احنا مرينا سريعا على السؤال المزيل مر الكرام، يعني تعالى بقى ندخل على الاسئله ونحلها مع بعض. في اول جمله بيقول لك منى ويل ستادي هارد، انا عندي السؤال فعل مساعد ويل، والفاعل منى هنحط مكانها شي، يبقى ويل نوت شي اللي هي وونت شي اللي هي رقم 2. طيب بعد كده يود بيتر، والله احنا متفقين لما يكون ابوستروف دي بعدها بيتر يبقى دي هاد، يبقى هادنت يو، يبقى انا عايز هادنت يو. ذا تيتشر از ستاندينج، في از والتيتشر ده اسم مفرد فنقول هي، يبقى از نوت هي، ازنت هي اللي هي دي. اوعى تقول از نوت هي لانك لازم تعملها مختصره، وممكن نقول ازنت هي، وبعدين كان ممكن نقول از هي نوت الطريقه الثانيه يعني. افري وان، افري وان يا مستر بنحط مكانها كلمه زي، تمام. وانا عندي كان يبقى تقول كانت وبعدين زي، ادي كانت زي اللي هي دي. nothing دي كده جمله من فيها من غير ما نقول كلام، كان ميك مي لاف، nothing كان كان مكتوب قدامك هنا كانت، الناحيه الثانيه تخليها كان، وناثينج الاشياء بنحط ات يبقى كان ات اللي هي دي. تاني كده تاني، انت قلت لي ان كلمة nothing بنحط مكانها it، لكن no one و nobody العاقلين بنحط مكانهم زي. طب دي it وبعدين no يعني منفية، فكان دي كأنها مكتوبة كان، والنو يبقى كانت، خليها بقى مثبتة يبقى كانت. let us eat now، let us eat now دي جملة استئذان، مع الاستئذان بنستخدم مين؟ اكيد بنستخدم will you اللي هي will you اللي هي دي. لكن هي خد بالك لو مكتوبة let's، let's اقتراح فنقول shall we، لكن let us نستخدم will. he never drinks، والله drinks دي مضارع فالفعل المساعد هنا does، ومعايا never يعني كده منفيه، نوديها الناحيه التانيه مثبته فنقول does he، ادي احنا عايزين does he اللي هي دي. he needn't، والله needn't يا مستر قلت لي نقول need، بتبقى need وبعدين دي she، يبقى need she اللي هي دي. we have a big house، بص we have a big house دي احنا عايزك تفهم قصتها. انت فاكر لما كنا بنقول I have a car و I have boat و I have boat a car، كنت بقول لك دي هاف، بس هي هنا في الجمله دي فعل مساعد، لكن دي هاف وهي في الجمله دي فعل اساسي. ليه اساسي؟ لان ما فيش معاها فعل تاني. طيب لما اكون هاف بوت يبقى ده فعل مساعد ده اساسي، لما نحب ننفي I have boat بنقول I haven't boat، لان النفي دايما بيكون بالفعل مساعد. طب الناحيه دي I have a car ده كده فعل اساسي فهنقول I don't have a car، نفس القصة اللي أنت تعملها هنا في الجملة دي. وي هاف مفيش معاه فعل تاني، يعني هاف هنا فعل أساسي فهنقول دو، يبقى دونت وي. فين دونت وي؟ أهي. ذا سان رايزس إن ذا مورنينج، ذا سان دي مفرد فنحط مكانها إت، ورايزس داز يبقى دازنت إت، آدي دازنت إت.
As far as I know, بقدر ما أعرف, he plays well and never misses a chance to win. بقول لك على قد ما أعرف يعني لحد معلوماتي, هو بيلعب كويس وعمره ما بيضيع فرصة. مش صح هو, خد بالك, مش صح هو, مش صح هو بيعمل كده. العربي انت بتقول لي مش صح هو بيلعب كويس, والله بيلعب دي مضارع, فاحنا عايزين فعل مساعد does, والفاعل هي but doesn't he اللي هي رقم ثلاثة. You really think that those boys are our friends. انت فعلا تعتقد ان الولاد دول اصدقائنا؟ مش صح انت بتعتقد, مش صح انت بتعتقد, يبقى المفروض نقول don't you اللي هي ده هي. تاني كده مع بعض, بنعمل عليها دايرة كده ونرجع نقراها مع بعض. بقول لك مش صح انت تعتقد ان الولاد اصدقائنا. الجملة الأصلية تمام يا شباب, أنت تعتقد أنهم أصدقاءنا, أليس كذلك؟ أنت تعتقد, يبقى don't you. لكن لو قال لك I think بقى, فالمعنى هيتغير. لو قال لك I think those boys are our friend, أعتقد أن العيال دول أصدقاءنا, مش صح هم أصدقاءنا, فكنا هنقول بقى do they أو don't they لو هو منفي يعني. Nothing can stop us, nothing دي منفية, فطبعا nothing مع الشيء بنحط it, وكان يبقى can it. طب ليه can it؟ عشان nothing كأني مكتوب قدامي كانت وات, يبقى كانت ات, خليها الناحية التانية كانت. There is a new computer, يبقى المفروض نقول is, نخليها isn't وبعدين نقول there. خد بالك ما تتلخبطش, كلمة there دي بنسيبها زي ما هي, لكن كلمة this و that بنحط مكانهم ات. Someone is here, aren't they؟ طبعا دي جملة محلولة. Someone is here, aren't they؟ طبعا تاني كده نشوف هو عمل كده ليه. والله بالمناسبة ان someone دي بنحط مكانها الفاعل زي, و is المفروض نخليها ماشية مع زي فهنقول ار, ودي مثبتة فهنقول aren't they, يبقى aren't they دي صح. Everyone speaks, everyone يا مستر نحط برضه مكانها زي, و speaks مضارع فناخد الفعل المساعد اللي ينفع مع المضارع ومع زي اللي هي do, يبقى don't they, يبقى انت كده هتقول don't they. تاني كده don't عشان مثبتة وزي عشان everyone. Nobody deserves, والله nobody دي المفروض نحط مكانها زي, و deserves مضارع الفعل المساعد مع المضارع اللي هو do, و nobody منفية يبقى do they. امال لو كانت somebody كنا قلنا don't they. No one is here, no one دي بنحط مكانها they, ناخد الفيرب تو بي اللي يمشي مع they اللي هي are, يبقى are they, are they. طب ليه ما قلناش aren't they؟ عشان هنا عندك no one منفية. He'd rather, والله لما يكون apostrophe دي وبعدين rather يبقى دي would, يبقى wouldn't he, يبقى انا كده هقول wouldn't he. خد بالك لازم wouldn't او انك تقول would he not. ويد بيتر الابوستروف دي لما تكون مع بيتر يبقى دي هاد, يبقى هادنت والفاعل وي. شي نيدنت يبقى المفروض نقول نيد والفاعل شي. اي نيد تو, نيد تو ستادي هارد, يعني انا يجب ان اذاكر بجد. لو ترجمت عربي هتلاقي ان كلمه نيد تو يعني يجب ان, فده مضارع فناخد فعل مساعد للمضارع اللي هي دو بس هنا مثبته, فانت هتقول دونت اي. ركز, نيد تو يعني يجب ان, فهي فعل مضارع فناخد دونت اي. طب افرض نيدنت, دي مشكلة, needn't ناخد need, لكن need to بنعتبر انها مضارع عادي جدا واخد don't. he'd rather, والله he'd rather apostrophe دي مع rather يبقى دي would, يبقى wouldn't, wouldn't he. we'd better تاني يبقى دي hadn't we, عشان نفس السؤال مكرر. she never comes late, comes دي مضارع فالفعل المساعد معايا does, و never منفية يعني كده منفي هنا فنودي الناحية التانية مثبت, يبقى does she. we hardly answer, answer مضارع يبقى الفعل المساعد do, بس هار لكلمة منفية يعني هنا منفي الناحية التانية, ودي مثبت يبقى دو وبعدين الفاعل وي. nobody والله كده نفي, deserves the prize, deserve يعني يستحق, ده مضارع فانا هاخد فعل مساعد دو او does على حسب الفاعل. nobody دي جمع فناخد زي, فانت هتقول دو زي. طب مش المفروض don't؟ لا, ما عشان nobody منفي. there is يبقى هنقول isn't ونروح للفاعل اللي هو there. study hard, ذاكر بجد, الجملة دي جملة امر يبقى نقول will you, محفوظ طبعا الامر مفيش مشكله. don't forget ما تنساش, يبقى الجمله دي جمله نهي. احنا متفقين الامر ناخد will you, الاذن ناخد will you, الاقتراح shall we, النهي ناخد will you او can you. يبقى انا ممكن اقول له هنا will you او اقول له can you, واحده من الاثنين. let us, let us دي طلب او اذن, الاذن بنستخدم will you يبقى نقول له will you. طب let's دي اقتراح, الاقتراح shall we فنقول له shall we. I am right, والله متفقين في اول كلمتين قلناهم في الفيديو ان I am بنخليها aren't I, يبقى aren't I. shut up, اسكت, يبقى دي جملة أمر فنقول له will you. طب don't forget يعني لا تنسى, ما تنساش ده فعل جملة نهي, النهي بستخدم معاه will you يبقى نقول له will you, وطبعا زي ما اتفقنا will you أو can you عشان ده إيه, نهي.
طيب بعد كده موف a bit. موف a bit يعني تحرك، ده فعل امر، يبقى نقول له will you. حبيت اكتر شويه من الامر والنهي ده عشان تحفظوها. ليتس اقتراح، الاقتراح يبقى shall we. you never say، say يعني يقول مضارع، فالفعل مساعد معايا do. طيب و never منفيه، يبقى انت توديها الناحيه الثانيه برضه مثبته، يبقى do you، يبقى انت تقول له do you. 38 بيقول لك there is little we can do about it، هناك القليل الذي يمكن ان نفعله بذلك الشأن او بذلك الصدد. عايز تركز في الجمله دي في حاجه، اولا انت عندك فعل مساعد is، تمام، وكلمه little موجوده جنبها. دايما عامل كلمه little دي على انها كلمه نفي، يعني لما تلمح little دي اعتبرها كانها مكتوبه قدامك لفظه من لفظات النفي اللي هي hardly و not وكده والقصه دي. معنى كده ان الجمله دي منفيه، هنوديها الناحيه الثانيه مثبته، فهنقول is، وزير ما بنغيرهاش، يبقى is there زي ما هي. somebody بنحط مكانها زي طبعا، وحفظنا الكلام ده. wanted ماضي، فالفعل المساعد did، يبقى didn't زي، يبقى انا كده هقول didn't واجيب بعدها الفاعل زي. طب he has a daughter، والله has يا مستر مش معاه فعل تاني، يبقى فعل اساسي هي، يبقى احنا الناحيه الثانيه نستخدم فعل مساعد does وننفي، تبقى doesn't والفاعل زي ما هو هي. طب لو قال لك he has seen، لا has seen دي يبقى has فعل مساعد، نقول hasn't. there weren't any issues، weren't منفيه فهنقول where وبعدين there. طيب رافي wants، wants دي يبقى الفعل المساعد معايا does، وجمله مثبته يبقى نقول doesn't، ورافي ده ولد يبقى نقول doesn't he، ولو بنت نقول she. طيب جوليا دي بنت، visited ماضي، يبقى نستخدم كلمه didn't عشان الفعل المساعد الماضي للماضي، وجوليا بنت نقول معاها she.